للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الدواء الجديد معنا عبر الهاتف الدكتورة منال الفحام اختصاصية الأمراض العصبية. صباح الخير دكتورة، أهلا بك معنا. بداية لو تعطينا فكرة وتعريف سريع لتصحيح المفاهيم حول مرض الزهايمر وما هي الأعراض التي تصاحبه. هلا هو مرض، صباح الخير طبعا لكم للسادة المشاهدين. مرض الزهايمر هو من الأمراض العصبية التنكسية التي تصيب الدماغ. هو عبارة عن تنكس بطيء، هو بيبتدي بأحد النقاط في الدماغ بمادة بروتينية بتتراكم داخل أو خارج الخلايا، بتمتد بعدين للمناطق المهمة المتعلقة بداية بالذاكرة. هو المرض هذا يصيب الذاكرة القريبة، ثم يمتد إلى السلوكيات، العادات اللي بيكون عندها بشخصيته الإنسان، بياخذ بالتدريج من شخصيته، بتتأخر كثير الأعراض الحركية بهذا المرض. هلأ هو مشكلته طبعا أنه الذاكرة، لأنه الإنسان هو يعني الإنسان هو شخصيته بمعلوماته القديمة، بذاكرته، بكل شيء، بضميره، باللاوعي عنده كمان، كلها هي بتتآكل بالتدريج، بترجع بتذكر ايام طفولته، لانه بيكون في فجوات بالذاكره القريبه والحديثه، بتدرج كل ما بتبتدي من السنه الاقرب الى عصره الحالي، وبترجع بالتدريج الى ان تاخذ ايام شبابه، يعني ممكن يرجع يتذكر فقط طفولته، ثم بيبتدي ينسى كثير من الاسماء المهمه، حتى اسمه هو يعني بالاخر. فهو مرض مؤلم يعني. طيب دكتوره، بالنسبه للدواء الجديد، ما هي برايك امال هذا الدواء للمرضى المصابين به لتعافيهم؟ وهل تعافيهم بطريقة كاملة أم التعافي رح يكون جزئي؟ الحقيقة حتى الدواء اللي أنتوا عم تحكوا عليه، وأنا ما بدي ركز عليه لأنه لسه ما كتير نزل بالماركت. نعم. هو دواء طبعا فتح جديد ويفيد بالحالات المتقدمة، ولكن ما تزال لا يوجد شفاء من هذا المرض، إلا الآن في بحثين ثلاثة، واحدة منها على الخلية الجذعية، زراعة الخلية الجذعية، اللي هي فعلا بترجع بتخلي الخلايا اللي أتلفت تستنبت من جديد، كمان ما يزال قيد الأبحاث. بس بدنا نحكي بناحية عملية يعني عزيزتي، الأفضل نحن نقول إنه ثبت بما لا يعني تقريبا بشكل قطعي إنه مرتبط بنمط الحياة السيئة، بنوعية الأكل السيء، بالفاست فود بشكل منهجي وبحثي. حتى دكتورة مرض الزهايمر إلى علاقة بنمط الحياة والتغذية وما إلى ذلك؟ تماما، هي النتيجه وصل ما اليها عن طريق ابحاث ودراسات منهجيه ودراسات احصائيه، ولذلك الامر فعلا مهم. كثير من الامراض اللي ما كانت معروفه عم تنتشر بالعالم مع نمط الحياه اللي هو الفاست فود والحياه اللي هي عفوا الاكل الغير صحي والغياب الحركه والجلوس الساعات الطويله بالمكاتب. هو ايضا دكتوره إلى علاقه بالامراض الوراثيه ام لا؟ يعد منها الزهايمر؟ نعم، هناك جزء من الزهايمر هو وراثي. نعم. وهذا النوع هو يمثل طيف خاص بيبتدي بعمر اصغر من العمر اللي نحن بنعرفه، يعني اذا بدا الزهايمر بعمر ال 40 45 50 بنشك انه هذا نوع وراثي، لكن طيب. هي الاقل، النسبه الاقل الحقيقه. طيب دكتوره، ذكرتي حضرتك انه الدواء ليس متواجد في الاسواق حتى الان، متى ممكن ايجاده في مذاخر الادويه؟ الحقيقه هذا يعني ابحاث الزهايمر عم تمشي بنمط كثير سريع، واحنا بنتوقع انه خلال العام القادم او العامين القادمين يكون في فعلا نقله نوعيه بهذا الامر. في يعني ابحاث عم تمشي على عده مستويات، حتى في ادويه الان يتم التعاون مع ما بين امراض القلب وامراض الدماغ لنوع جديد من الادويه المخفضه للكوليسترول التي تساهم ايضا. نعم. في موضوع التدهور الخلايا في الامراض. طيب. التنكسيه الدماغيه المتعدده دكتوره، خلال السنتين القادمتين ان شاء الله. نعم. سؤال اخير، نصيحتك لذوي الشخص المصاب بالزهايمر، كيف يمكن التعامل معه داخل المنزل مثلا؟ النقطة الأولى أنه نحن بسبب العلاقات الاجتماعية على السريع بنخجل نقول أنه هذا الشخص بدأ ينسى أو يتغير. الحقيقة الوضوح ووضع اليد على الفكرة والكشف المبكر كثير بيفرق معنا. نحن بيجونا الآباء والأمهات في مراحل متقدمة بسبب خجل الأولاد إنه يقولوا إنه عنده نسيان، هاي النقطة كثير مهمة. النقطة الثانية، التعامل مع هذا الإنسان لازم يكون متعدد، يعني ما يكون عبء على شخص واحد، حتى ما تدخل العائلة بنوع من التوتر والاكتئاب وتشعر إنه هذا عبء عليها. ففي تقاسم للمهام الحقيقة، نحن بيننا وبين الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين بنقدر نوزع هاي المهام ونكون يعني نكون عون لهم، وليس فقط العلاج هو دوائي يعني. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمعلومات، حدثتنا عبر الهاتف الدكتورة منال الفحام اختصاصية الأمراض العصبية.